السلام عليكم ومرحبا بكم. عندي فيديو جديد من فيديوهات كويزين أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة عجينة الفيلو أو ورقة الفيلو أو بما تعرف ورقة البقلاوة. مكوناتها بسيطة بزاف وتقدروا تحضروا بها بزاف ديال المأكولات. إذا على بركة الله، في هذه الوصفة كنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال السكر، 4 ملعقة صغيرة من الملح، كنحتاجو بيضة، جوج لافات ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغنحتاج هنا كاس صغير من الماء ونصف كاس من الحليب، وغنحتاج المايزينا او النشا من اجل العمل. اذا نبدا، نضع البيضه والزيت ونضع السكر والملح والحليب ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس العناصر. بعد ذلك نضع الدقيق تدريجيا، كنخلوه مزيان ما كيتكونوش لينا هذيك الكتل او الحبيبات من الدقيق. بالنسبه للعجين انا نديرو في واحد القصريه باش ندلك العجين مزيان. هنا من بعد ما ضفنا الدقيق تبقي اي الزلافه الثانيه من الدقيق، غنجمعوا العجين بالماء. اذا بعد ما جمعنا هذا العجين كيف ما كتلاحظوا راه الكاس ديال الماء ما استعملتوش كله، ناقص ربع. غادي ندلكوا هذا العجين لمده 10 دقائق على الاقل. غادي تلاحظوا انها كتلصق شويه، ولكن من بعد اثناء العمل مايزينا غادي العجين ستكون جيده. اذا كندلكوها مزيان. هنا من بعد ما كنخليش العجينه ديالي ترتاح، بالنسبه لي انا ما كنخليهاش ترتاح. اللي بغات تخليها ترتاح ماشي مشكل، نصف ساعه ماشي مشكل. اذا هنا كنقسموا العجين على جوج، وكل نصف كنقسموه الى كرات متساويه فيما بينها، وغادي نشكلوا هذيك الكرات جيدا. هنا من بعد ما شكلنا هذيك الكرات غادي نشدوا الكرة الأولى من العجين وغادي نطلقوها بالدلاك على شكل دائري بمساعدة المايزينا أو النشا. العجينة كتكون لينة ورطبة وكتطلق بسهولة. كيف ما كتلاحظوا العجينة لينة جدا كتطلق بسهولة. اذا هنا من بعد ما طلقنا العجينة غادي نجبدو كل كرة على حدة، كل ورقة على حدة. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال ورقة الفيلو، سهلة جدا وناجحة 100%. ما كتلاحظوا ما كيلصقوش. هنا كتكون جاهزة للاستعمال، تقدروا تحضروا بها بزاف ديال الأكلات. كيف ما كتلاحظوا أوراق كنقدر نحيدها بكل سهولة، ما كتلصقش. إذا هذا هو الشكل النهائي ديال الورقة الفيلو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا جرس ديال التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، وشكرا بزاف على المتابعة.